عنده تحكم ممتاز في الكوره يا حمد. هشوف يعني الحقيقه ادهش الناس هناك دي. ولعب فعلا لمجدي طلبه ناحيه اليمين كره جميله بينيه ومشي مجدي وفات من واحد تعب لخالد ايمن يونس اللي جاب الجول الاولاني في الدقيقه 11. حماد عبد اللطيف بيفوتها كويس، عنده تحكم ممتاز في الكوره يا حمد. هشوف يعني الحقيقه ادهش الناس هناك دي.